عن حكم القيء للصائم. نجيب عن هذه الرسالة فضيلة الدكتور محمود العكازي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. والصلاة والسلام على مولانا وسيدنا رسول الهداية والرحمة المهداة للعالمين، القائل في حديثه الصحيح الذي رواه عبادة بن الصامت وفيه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما وقد حضر رمضان: أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه، فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل. وبعد، فتوجد أمور كثيرة تتعلق بالصيام من حيث الإفطار وعدم، مثل الأكل والشرب ناسيا، ومثل وضع القطرة أو الاكتحال في العين، ومثل ابتلاء النخامة وهكذا، وكذا استنشاق المخاط عمدا وابتلاعه. فهذه أشياء الراجح فيها عدم الإفطار. وبالنسبة لموضوع السؤال الذي معنا، وهو يتعلق بالخي في أثناء الصوم، فالراجح الذي تطمئن إليه النفس هو أن نفرق في الحكم بين القيء المتعمد والقيء غير المتعمد الذي يغلب على الصائم أثناء صومه. فإن كان القيء عامدا وملأ الفم وأعاده الصائم لجوفه بعد خروجه لفمه، فإنه في هذه الحال يجب عليه إمساك بقية يومه صائما مع وجوب القضاء عليه. أما إذا كان القيء غير متعمد وغلب على الصائم فلا شيء عليه، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: من قاء فلا شيء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. هذا والله أعلم.